واحد النقط ده واحد مش هتنطها عادي هتتضرب. اثنين ثلاثة أربعة والله هم اللي ما بيعرفوا والله هو. يا دكتور عمرو تنفع خمسة بالله خمسة يلا خمسة كلبي أنا أتكلم على كلبي أنا قاعد زي الباشا ورا باشا قاعد ما غلطش في حد تغلط فيه ليه وتقول وتروح تقول لهم إن أنا جيت علشان الكلب هرب أمك لورنيك وبعدين هتسجد سجدتين للكلب يلا صلي في اصبر صلي للكلب قول والله اكبر لا يا بنت عليك اشيل ذنب ولا اشيل ذنب انا هشيل ذنبك لا رب تعظيم سلام ولا نقول له رب تعظيم سلام امين سلام عمرو اتفضل فكرة كويسة من عمرو اتفضل ليه يا عمرو؟ والله لا مش هينفع معانا أكتر لا مش هينفع معانا أكتر أنت عايز تكهربني كهربني موتني وخلاص يا معلم كهربني وكلمة بجد أنا مش هرقص ولا أعمل كفاية أنا هنا أكتر من كده